النكوص السياسي الموجود عند الأحزاب السياسية له أثر في هذا الطقس، مثل ما له دليل الأعداد، أعداد المتزايدة. احنا عندنا موجه إحصائي، والإحصاء علم لا يمكن أن نخرج عنه، أنها تتصاعد لا ومن أجيال مختلفة ومن مشارب مختلفة، بل البعض الآن البعض يقول أنه هناك من يغرد خارج السرب الإيماني أصلا، ضد الإيمان تماما، ما أن يأتي وفعليا من ما يصلون ما عندهم التزام ديني ويشاركون، ما أن يأتي طقس عاشوراء يعني يضم هؤلاء أو هم يندرجون بحث. والبعض مثلا يمثل قضايا خاصة، حركات إلى غير ذلك هذه المسألة، لكن هو يريد أن يشارك بلونه الخاص في هذا الطقسية. إذن الطقس أوسع من القدرة. واليوم لو تحول المشهد وخرجت الأحزاب الإسلامية من الساحل ومن السلطة تماما، سمحت سيد يقول نحن نتحدث عن فعل عبادي. نعم. وعندما نقول بهذا السياقات اللي حضرتك تقولها سيكون فعل ثقافي ليس عباديا، لا رغم أن الصفة أو يغطيه الفعل الديني أو الفعل القدسي، هو الأصل بدليل أن ممكن متدين غير متدين، يساري يميني، الأصل فيه البعد العبادي، لكن الجذب فيه جذب ثقافي.